العشرة هي مراكز الناموس والجوائز القيمة. مقدمة الشوط عندك يا أبو سالم. شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يسيطر على الموقف، وشك شاهين المضمر السيد خليفة بن سالم بصقعة، وفي منافسة معاه هجن العاصفة تقدم مشاهدين الأعزاء المسيطر على ثاني المراكز بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي اللي هو ممتع، بينما المركز الثالث شعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان يضمره السيد أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. هذه ثلاثة مراكز نتابع، وننتقل إلى المركز الرابع لنرى شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يحتل المركز الرابع من خلال وجود المضمر بهذا القعود سهيل بن مبارك بن مرخان. هناك النخلي في المركز الخامس لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر السيد علي بن هزيم المسافري. نتابع نداءنا بعدما انقطعنا 2 كيلومتر منذ لحظات الانطلاقة، ونرى هجن العاصفة من الجانب الآخر. الله مبدع مبدع يضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاشتبي، وهنا يتدخل شعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بالصايغ أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، واسمه سراب. يا سلام يا سلام، المركز الثامن ولا التاسع؟ المركز التاسع الثامن. الثامن عالي لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان يضمره السيد الصادق بن فضل الأمين، ويليه شعار من شعارات سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم من الشعارات المميزة والمهمة للرياضي الشامل حفظه الله، واللي دائما يعتمد اعتماد كبير عليها في خوض المعارك الشريفة. اسم شابة يضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير، بينما المركز العاشر يأتي دور شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم اللي يضمره سيف بن أحمد بن خريدة في عملية التضمير. هذه العشرة الأسماء مشاهدين الأعزاء، وهناك شعارات تهاجم في الخلف وأسماء خطيرة. ننتظر ونرحب بالجميع. انتهى ندانا الأول، ونعود إلى المقدمة. إلى المقدمة. مبدع يا سلام يا ممتع يا ممتع، اللي يمتع الجماهير يمتع العشاق. عشاق هجن العاصفة 3 كيلومترات وممتع مسيطرا على موقف هذا الشوط ومقدمة هذا الشوط، يحمل شعار هجن العاصفة. يا سلام يا سلام، المضمر السيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. الله الله، بدل 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 بنبدل بنغير الاسم بنغير الاسم هنا في الهجرة في الهجرة. ملازم ملازم اول ولا ملازم؟ نجمة 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 نجمة، عطيه عطيه بعد ما ياخذ البندق ويجيب هالسنة بنرفع مرتبة ملازم أول، وبعد ذلك وهكذا إلى أن يصل إلى سيف الإمارات ويتقاعد هناك. يا سلام يا سلام، يقدم ملازم حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الثاني. شكلان 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 لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر سيد خليفة بن سالم بالصقعة. ركز يا أبو سالم، هجوم قوي على المركز الثاني، والعين والخاطر على المقدمة، بينما اللي نقلع على المركز الثالث هملول تعود ملكيته لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان المضمر السيد أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. نقلة إلى رابع المراكز لنرى شاهين. الله 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 يا بالصايغ، هجوم جميل بأغلى وأجود السلالات، هملول وشاهين. يا سلام لسمو الشيخ خالد لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان يضمره أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. يليه شعار عند المحنك، شعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم اللي هو الرباع، والمضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير 2 كيلومترين على خط النهاية. الله 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 الله، شوف شوف هجن العاصمة انطلقت حامل رقم 2 اللي كان في المركز السادس غير مباشرة الرباع الربان
الربان. الله يا سلام يا سلام يا الربان، يقود حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز السابع، المركز السادس السابع الان لسمو الشيخ علي لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف ان هيان صادق فضل الامين في التضمير. المركز الثامن لمعالي الشيخ محمد بن بطي ال حامد واسمه هملول يضمنه محمد بن سعيد بن بروك الحميري. يا سلام، وايضا هملول اخر لنفس المالك لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ضمن سيد محمد بن سعيد بن بروك الحميري. وفي المركز العاشر يا سلام شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ويضمن عبد الله بن ثعلب الهاجري اللي هو بخشعة. يلا يا بخشعة لا تخشع يا بخشعة. يا سلام يا سلام، اشوف ونعود الى مقدمة شوط. يا سلام، هجن العاصفة تتلاعب بالمقدمة، تتعامل تتفلسف هذه الهجن كما يحلو لها وكما يألو لها وتشاء في ارض ميدانها بين جماهيرها وعلى ارضها. يا سلام يا سلام يا ملازم 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 ناموس مع هذا الشعار. ما دام انت تحمل هذا الشعار فانت ملازم الناموس والمركز الاول لهجن العاصفة. هنيئا نزفه ناموس ناموس يا ملازم، وبنشوف ان شاء الله بالرمز بنشوف بالبندقية. يا سلام، ملازم نهني سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد سعيد مكتوم على فوز وتألق هجني سمو، خاصة هجن العاصفة والهجن اللي يقودها المحنك الواثق والمحنك حمد بن راشد بن حمد بن غدير. الإخوة شباب مرغم عشاق الناموس، الشباب المميزين المثابرين المجتهدين. يا سلام، العاصفة وهجنها تهاجم خطوط النهاية في ميدان المرموم، تهاجم. تحية لهذا الملازم، عسكرية مدنية، تحية جميع التحيات له. يا سلام بعسكرياتها ومدنياتها. وهذا ملازم يعلن وصوله إلى خط النهاية بعلنا هذا الفوز. تهانينا لهجن العاصفة ولمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ولمضمر هذه الهجنة العملاقة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثاني، ثاني المراكز مخوف لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل هيان. الرابع اللي هو الأسد لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. تهانينا للجميع، وهذه عودة المخرج زميل تيسير شنابل أبو عدنان لجزيل الشكر بلحظات إعادة وصول ملازم قاطعا 6 كيلومترات في 9 دقائق 14 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة ولسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مالكها حفظه الله وللواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثاني جاء فيه مخوف من هجن سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. 9 دقائق 21 ثانية 8 أجزاء من الثانية توقيته للستة كيلومترات يضمن المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير. تهانينا للأخوة جميعا حمد بن راشد بن غدير وسعيد بن راشد بن حمد بن غدير على التألق بقيادة هجن سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد. المركز الثالث 9 دقائق و26 ثانية و6 أجزاء من الثانية شاهين لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل هيان. تهانينا وناموس وتهانينا موصولة للمضمر سيد أحمد بن خلفان بالصايغ.